بعد التامل والاستقراء وجدت ان الاذكار التي يوصى بالاكثار منها كما في الكتاب والسنه هي سته اذكار. السته الاذكار التي ساذكرها لكم الان تعتبر هي راس الحربه وسلاحك الفتاك في معركتك الطويله مع الهموم والاحزان والاوجاع والامراض والذنوب. الذكر الاول الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. التزم به طوال اليوم. وتزد وتستجد أنك في راحة وفي خير عظيم في نهاية اليوم الذكر الثاني كثرة الاستغفار إذا ألهمك الله سبحانه وتعالى وأعانك في وقت فراغك على أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه فأكثر منها فستجد النتائج حتما قريبة الذكر الثالث يا ذا الجلال والإكرام والإكثار من هذا الذكر يكاد يكون من السنن المهجورة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا به قال عليه الصلاة والسلام ألظوا ذا الجلال والإكرام وألظوا معناها أكثروا والزموا وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الإسمين لأن فيهما سر عظيم يا ذا الجلال معناها يا ذا الجمال والكمال والعظمة والإكرام يعني يا ذا العطاء والجود ولو تغوص في معناها لوجدت لو أنك تثني وتطلب تخيل انك في اليوم تقول لله مئات المرات يا ذا الجلال اكيد سيفرح الله بك ومئات المرات تقول والاكرام فالله يعلم حاجتك وسيعطيك. الذكر الرابع لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه الكلمه اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابه وقال عنها كنز من كنوز الجنه. لو انك حافظت على الاكثار من لا حول ولا قوه الا بالله لرأيت من تدبير الله عجبا ولطفا وفضلا من الله ونعمه. الذكر الخامس هو دعاء نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذا الذكر هو قاهر الاحزان وجالب الافراح فاكثروا منه. الذكر السادس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. خذها قاعده العبرة والمنفعة والثمرة في الاذكار والادعية والرقية تكون في الالحاح والاكثار والتكرار والتدبر. على قدر اكثارك من ذكر الله تنال محبة الله وعلى قدر الحاحك في الدعاء تستنزل الاجابة. وعلى قدر تكرارك للرقيه الشرعيه تكون يكون فتكك بالشياطين وطردك للسموم الحسد والعين وغيرها. اسال الله العلي القدير ان يوفقنا واياكم لكل خير، انشروا هذا المقطع اعم الفائده به، اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.